السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يمسكم بالخير. في سؤال، لو أن كل واحد منا بقي له من عمره دقيقة، ماذا يفعل؟ طبعا كل واحد له جواب، بقي دقيقة من العمر، واحد يقول لك أصلي، واحد يقول لك أزكي، أتصدق، واحد يقول لك أدعو الله، واحد يقول لك أستغفر الله. من الطبيعي جدا أن تكون أغلب أجوبة الناس متجهة نحو أعمال روحية يتقربون بها إلى الله، لأنه يعرفون قيمة هذه القربة. تأملوا الآن هذا الحديث العظيم الذي يرويه الإمام الطبراني وسنده صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم الملهم، يقول عليه الصلاة والسلام: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، يزيد هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني لو أن واحد قام وصلى ركعتين خفيفتين، دقائق محدودة خفيفة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم خفيفتان، مما تحقرون يعني ما تعتبرون لها وزن وقيمة، وتنفلون يعني هي ركعتين نافلة أصلا وجه الله، يزيد هذا في عمله. يزيد هذا أي صاحب القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يروي هذا الحديث وهو عند قبر أحد الصحابة، يزيد هذا في عمله لو أنه قام من قبره وصلى هاتين الركعتين الخفيفتين. هي النتيجة، يقول عليه الصلاة والسلام: يزيد هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. لو قام وصلى هاتين الركعتين والله تسوى كل الدنيا عنده. لذلك إخواني وأخواتي، نحن الآن في زمن الإمكان، عندنا الحمد لله الصحة والعمر، نستطيع أن نصلي وأن نعبد الله ونذكر الله، فلنستكثر من الخيرات. رحم الله تلك العابد الصالحة التي تقول: إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب.